أهلا بكل محبي قناة محتوى إبداع. اليوم سنتحدث عن دودة العلق الطبي. تستخدم دودة العلق الطبي في علاج المرضى، وهي دودة تعيش في المياه الحلوة الراكدة في البرك والمستنقعات. وقد حبى الله هذه الدودة بمواد وأنزيمات تفرزها، وأثبتت التجارب الطبية الحديثة أنها تساعد على الشفاء من أمراض عديدة بعضها مستعصية، وأن نجاح العلاج بدودة العلق بلغ 95%، ووصفت العلقة بالصيدلية المتكاملة. يحدد للمرضى جلسات بدودة العلق أقلها 5 جلسات، وقد تزيد عن 15 جلسة. فهي ليس فقط تعيش في مياه البرك والمستنقعات، ولكن تعيش كذلك في جسم الإنسان، وتتغذى على الضفادع والأسماك واللفقريات الأخرى. جسمها أملس، لا يحمل أشواكا، ويسمى أيضا بالهيرودينا. لونها بني مخضر أو أسود مائل للرمادي، وهي أكثر قتامة عند منطقة الظهر. إذا أحست العلقة بوجود مفترس، فإنها تقوم بتكوير جسمها وتسقط في قاع الماء، وتظهر لأعدائها كالميت. والبعض الآخر من ديدان العلقة تختبئ بين الصخور، بحيث لا يستطيع أحد الدخول وراءها، كما تقوم بدفن نفسها داخل طين البحيرة بعيدا عن الأنظار. تصنف العلقة أنها دموية التغذية، فبمجرد نزول الإنسان ماء البركة أو البحيرة، فإذا العلقة تشعر به وتقترب من أي جزء من جسمه، وتبدأ بتثبيت الممص الأمامي ثم إدخال الفكوك الثلاثة المسننة والتي تحدث خدشا ذو 3 شعاب، ثم تقوم بإفراز اللعاب. وبعد إفرازه ينطلق تيار من الدم عبر الخدش، وتمتص الدودة ما بين 3 إلى 6 غرامات دم، حوالي قدر وزنها 5 مرات.